ما فتئت أن عادت ابتسامتها العذبة من جديد. شهقت مبتسمة مبتهجة، فلم تتمالك نفسها وهي تخبئ ابتسامتها الرقيقة بيديها الناعمتين استحياء. أدرك عزيزتي، أدرك صديقي، أن المرأة هي الأسرة والوطن، الرجل هو الأمان والقوة، المرأة رقيقة عذبة وهي أنثى، الرجل عظيم شهم وهو رجل، المرأة همس من حنان وسكن، الرجل أمان، الرجل أمان من وهن وقوة، المرأة ورد فواح ينبعث شذا عطفها وحسنها سمع وعين وقلب رجل. الرجل موطن، موطن فيه قلاع وحصون وموانئ وبساتين تعيش فيها امرأة. المرأة لوحة فنية يبدعها رجل. الرجل أغنية أسطورية لحنتها أنثى. المرأة ابتسامة، ابتسامة، والرجل الفنان الذي يرسم تلك الابتسامة. هكذا هي بعض ملامح الحياة، كما مسرحية معقدة أشخاصها يعيشونها بكل تفاصيلها المركبة، عقدتها نقاط تحدياتنا المختلفة، حبكتها صراعنا مع أحداثها المتعاقبة والجميلة والمتعبة، صراعها هو تحدينا لتناقضاتها المتنوعة بين ما نريده وما تحوله هي لتمنعه، لتبعده عن متناولنا. لكن الحل يبقى دائما بيدينا، والنهاية تعبر دوما عن مدى قوتنا التي تكمن في التحمل والصبر من أجل المضي لصنع غد أفضل، لأنه عندما تختفي الشمس يظهر القمر. فما كانت الحياة إلا لنعيشها كما ينبغي.